الله ستر. يا جندع على نحن ومره هذه كل ساعة قفلوا بيت أبوي وبيت أبوي تقول الله أعلم كم قال مع حصل دوم عادي أمس وهي جالسة عندهم ما دحين خلاص لقد زوج معك في الشفقة ما حزوج من القرية لا أنا عيوبي قال تروقنا من القرية قلنا لا احنا من القرية غير تعرفنا احنا نعرفه الله يقطعوا له يعزوه من القرية هيا الله كان عين لابو جاهل دحين شو اللي بدي من المفتاح حلو على ابو جهل احنا ما يرضوا شيء دول اللي يدي مفتاح فحلو فوق السرير قام فاز ولا شيء عاد تحرك كلهم يطلعهم فكان يقول ولدي مين حلو ما حد يرضي مطلع اني ولا اني ولا هاجي 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 والله عند بنت المبروك كل الدين مفتاح حق البيت تمام ريموت مفتاح مفتاح من بيت المبروك مفتاح حبيت حبيت غبيت ايوه منين منين من بيت المبروك من بيت المبروك عند مركوب ايوه من عند مركوب من عند مركوب ايوه جدا ايوه ايوه ني ماني ولا الدين مفتاح غمت غمت له من عند مركوب يا بجولي شكلو قاعد هاي تمام يا ناي هاي يا ناي هذا تمام أمركو 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 أقول لك غالب ابني بعد القضية ذي حق قرود مع جلس إلا معلج على نفسه لحاله أنا خائف لجنا أقول لك ما يخرج إلا يلقط اللقمة ويجلس جالس بمكان لحاله أنا خائف ليبقى به على نفسي ما بعلمك علاج ما انتش داري ندي له من علاج ها ماذا علاجه بسيط ولا داعي ودي خوزرانة وبكرك عمل كله ثلاث بالظهر قال كله روح اطلب الله وكون بكرش بقيه ثلاث سابق بالظهر على الريق قبل الأكل وقال كله والله اطلب الله على كرشك إلا انتو تشلقوهم وهم يظفروكم ايه والله انك على حق مدري ما بش غيري جالي مريكينا من العمل مريك مريك مطلع تغيري تعني بين حموره من اهتديات نجي اتغيي حموره تقول لي تعالي انت انت يا مطلع تحمس لهنا ركري اني مالك مطلع فيني مالا مطلع تغيري تعني يا حموره هنا اللي عيوني متياج جديد رقائق شيبس شرائح خلاص قلنا اللي نجربه تمام تمام رجال رجال تمام انت رجال تمام تمام أقول لك هجوا هالجازي اللي تأذهم وشاطنهم مو رأيك نعمل لهم حاجة هكذا مثل حلقة قرآن وقرأكم أنت ودرسكهم من على طول وأنا أعتز وتشرف أننا أقرئهم وأعلمهم خلاص أنا أجمعهم وأنت كون قرئهم حتى بين المغرب والعشاء ولا بعد العصر متى ما أنت فارغ خلاص على طول أي خدمة ثانية الله معك الله معك قول له انا لما ابيع النصيب حق امي وانا شابرد يلا بسام حبوري تتنات وين وين مرة مطلع مبالة هو يولي تعالي من حبوري انا مساركة انا قديمي اتدع وهي خارجة تعالي يا حبوري اتدعت والله عيب عيب مو عيب منو قعيب انا خلا ناهي عيب ناهي عيب مالك مطلع حموري متياش اقول لك عيب عيب مثل ما هو مطرح ثلاثة ذراع الطريق انت تطرح مثله ما انا افترق عمدي انا افترق اما ثلاثة ذراعات ونشي ترسبيه مؤمن لك ضروري مفاسح مفاسح
خلان اثنين ذراعات، قماش يطرح اثنين ذراعات. اقول لك ثلاثة، حرام ما تطرح الا ثلاثة مثل ما يمطرحوا. حكمي وامري لله تعالى. ايوا ثلاثة 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 ذراعات من سحري. ايوا حرام جزء غرفة. لا لا قوة بالله. سعيد سعيد. ها موبه موبه. ما بي شيء ذا. الدماع الدماع. الدماع. ايه. أتوكي أتوكي مرة متلة مرة متلة إلا حمورة تغيري ماني مرة متلة ماني مو مرة مصلة أتوكي تعالي تغيري وين هي أتوكي بيت لو قد دي داع أتوكي تغيري تعالي ديلو ماني ديلو مركوب 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 من هو هذا المركوب يا ايه مو تعمال ايوه مو تعمال ورانا عرطه هي جي 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 انا بدلها جي هي اللي تولى بي انا بدلها خلاص في قلبك جي بعد جي ذرع لنا ثلاثة ذراعات من حقك كتاب انا بدلها انا في قلبك هي اللي ذرع لك لا هي امسح للطريق امسح للطريق عزوك اي ملك مطلح اتوقي بينها حمورة ملك مطلح اتوقي بينها حمورة تغيري انا احبه احبه اجالو عدو قيم انا بجيب لكم حقاك ابني انا نقوم مجدعب نين نين واجب السلام عليكم وعليكم السلام انت المبروك ايه انا المبروك لمو ما بلا علمك انك تعال اجوك عين علاج لابني ما له مو مرضه إن أقول لك ما شقي من ريال أكله جمع له 10,000 قمجس ويمكن تخازين وجلسة وما يشتغلش أبدا ولا يدي لنا مصاريف ولا حاجة ولا نعرف منه حتى حبة طماطة ما لا تمام ما لا قاوي رجال يشقي على نفسه غيره ما يشقيش لا على نفسه ولا على أهله ما لا ما يدي لنا شيء ولا نبصر منه شيء اللي يخزن وخلص أقول لك مو علاجه زوجه وايش تجي تنشره ليل ويوم هرم فوق راسه وايش يرجع عندي مصاريف لو لكم ما لو انا منين ازوجه وانت داين ازوجه باثنين مليون كان معه 100,000 السنة الاولى بزوجي عليه وذا الحين ما بالله خلاص والله اخطب له ب100,000 وقبضك وحنبكه وايش اشتد على نفسه ويوم بنت الناس ها جملة ازوجه ما لتم معاطو اقول لك انت لا زوجه شقه عليه وايش تجي تنشره ليل ويوم ما لتم يلا لا لا ايه خلاص انا تاخر عاد عشت حقه عشت حقه كبير جيت اعمل ابوه انا عجز جز ايوه لا دحين الصدق امانه لا 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 ظلموني ولا ايش ظلمهم الصدق دحين بان الحق اوه حق من السياره هذه اوه هذا الزنار الف مبروك الله يعطيك خير ويكفيك شره اشتريك ايه انا عاد انا اللي اجربه لما ابيع نصيب امي شو اشتري بس هذا مرقن احسن من اوله بس نشتري بيه مشوار نولي نقربه صح ايه اقول لك اني ولي ايه يمشي انت شاورك مو هو قلت لك هي نولي
فصل عند الفرنسيين قبل ما الزحمة. أبو معه قماشات جداد وقربنا السيارة. والله؟ والله. خلاص على طول. الفرنسي للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة، أجود وأرقى الأقمشة وأحدث الموضات وأجمل أنواع الثيابات، تميز في العمل ودقة في المواعيد، تكتمل فرحتك بأناقة لبسك. محلات الفرنسي للخياطة، أناقتك تبدأ من هنا. العنوان إب شارع العدين الرئيسي بعد جولة المحافظة. الفرنسي للخياطة الرجالية والشبابية، عنوان أناقتك. عاد يا عم أدنان، أنا أنت تجلس هنا وأنا أصورك على وجه القرية. عاد ما شاء الله على منظر. تقول والله بسم الله. يلا يلا هذا حل. أيوه مرات مطلح تعارني من حموره تغيري جري 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 تحت تغيري. هدور على النسوان عيب، ما حي هدور على النسوان. تمام يلا مو عاد لا انا كني شنو اشتغل تغيروا. ايه مو قول عادين تاعي تاعي اسا 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 يلا جسم يلا عدنا هنا واحد اثنين ثلاثه بسم الله مطلح من حموريا اسا اسا عدنا من عملوا من عملوا سويوا جع 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 والله هناك والله هناك انا ولي هنا هنا والله لعب بعيد بعد لا تدش على النسوان يلا مو الله خرج يا اخي دي دوروا دوروا لعينه يلا عسى عسى لا تهدش عسى هنا هنا يلا واحد اثنين ثلاثة بنديله عسى اللي سويت اخر رحلة يلا لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اسعد وجندرة وجندرة عدنان وجندرة خلينا نصور. انا ابدا على غشتي اصور اليوم هذه. انا ابدا اصور. سام سام يلا سكتة سكتة تمام. انا اصور يلا عدنا نصور سكتة. ها لا هنا يلا ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في كل خير. من حموري من ديني مثل تغييري قرية ذي محاسن من حموري. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم عافينا مما ابتليته. انا ابدأ لك لو سمحت لو سمحت ابوس ايدك لو سمحت لو سمحت. لا تدرش لا تدرش وانا اصور لو سمحت. خلني انا ابدأ لا تدرش سكتة انا اصور. خلني 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 يلا انا ايش نعيش خلني 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 لا عد مجنون. خلاص مالا يلا بس سكتة ماليش نصور. يخلي يخلي خلاص خلاص بس نوع عدنان وكندورة يتورهم كندورة يتور عدنان. هاي أشوف يا تاب يلا تور تور أقوى يا مصليح. أما البشكف قادر دردح بزوجة داك دردحة لا مو دردح بيه بقى عملي أقل ولي يدي مفتح لما قلت له وحصله وهيك صيره وخابه وبني حموره وان قبصره. امس قلنا له ولدي مفتاح والله لكن ما عذره. انه انه اللي مالي انه ما راح احصلك ولا شيء كان ببي. ها متى ما احصلك وديك اقول له قلب مصلح يشدي لك زعما ولا عنده شدك بياس بياس هم بدي اقول له مفتاح داين. ما عليك يا مربوشه الى ما الى ما خلص جلدك خلص انا اعلمك كيف هدور على النسوان. يلا يلا الله يعينك يا عمده. لا حول ولا قوه الا بالله. انه ذا الحين منو مات هذا بالمطار عبد القايد. لا حول ولا قوه الا بالله اني لله واني اليه راجعون. هيا عدنا يلا نقدم نقدم. انه اينو منهم هذا عادو خلق امس ومات اليوم. ما لذا الحين عمدة ما تشغلوش قرآن. همون شغل قرآن هذا عدو الله جاهل بيبي نونو.
نمو قال مش سواك بموت له ويني ويني تغيري محبوبة مرموت له لا غريب شاق ابو كريم ادخل نبو تتكلم على المره ادخل مره خيبه يا وش يا مالي والله لا جل اخلع اذانك نبو تقول لي خيبه ما عليك مني عيب حيقول يقول هكذا عيب لا هي كبيرة ولا صغيرة مو دخلك به روح لك بختنا قال لي بختنا من مصاري مدلع لا ابني ما اقول لي مبروك تغيري غيبة مطلع مجنون لا اله الا الله نوم مركب داخل يقول مركب ما عليك مطلع يا ابني لا مو باك مو بينك ما عليك مطلع مرقوب ضربني جعلينا عودي وناقة مجروب ما ليلة مضربك ما هوش مجنون مو مجنون مجنون ابننا عودي ولي تربو ولي تيبا بدا جوري ولي تربو اضربه بباكورة ناين الجيني يلا يا خلي لا حول ولا قوة الا لا عم مصلحة الدنم هو معك لما تضرب له ولد هذا ما له اللي يقول لك لها دور على المرأة حقي قال انه خيبة وانه شعنه وانه تفعل لك في حامر قال دردح بنا يقول ما قال قاله انسان تعبان قسمه تعبان حتى لو قال ما قال والله ما تقول له حجر خلاص اقول لك تضحك على بنتك يا عبقال اني خيبة بنتك خيبة مع معك كل الحاصل وانت معادكش على جمالك قاؤ لك خيبة اه اشعاري لا اقول لك عيب لا يمو عيب لا عيب لا حول ولا قوة الا بالله هيا طابة نفسك هيا ذي لو وجهك قالك اني خيبة وان ندوم تفعل اللقفة ما لا تمام بس انسان تعبان عيب ما حيمد علو خلاص وانت عيب لا تكون تدور على النسوان عيب خلاص عيب حقو جغيري حق كبير ناي يلا حلا ما حق مرا حلا ما عين حلا حلو جلده حل جلدي حول ولا قوة الا بالله مع البطانية مع كريستال يطلع ب 11.9 بطانية نفرين مع رجل ب 5 كيلو يطلع 9.5 مبروك مطلع محمد مبجل التوق طالع كبير الكبير رخيص مبروك الله بارك فيك تعال فجر السوق 305 استشوارات من 100 ريال مساكات من 100 فجر السوق كله ملاش من 100 ريال 500 ريال وبرتو فجر السوق يعلن مركز كاش سنتر عن تخفيضات وعروض مغرية تصل إلى 300 ريال ولادي، بناتي، نسائية، اكسسوارات، عطور، أدوات منزلية، أحذية
كاش سنتر الفرع الثاني للأسرة السعيدة في العودين. العنوان مدينة إب شارع الثورة أمام إدارة المرور. يا مبعزز أقول لك بطل المغالطة وبطل كبعزز حقك. أقول لك ذرع قام أجل ذرع ونص. يا عمدي جعل لي ربي يفحتدني من سعادي من سعادي والله ما أكذب عليك يا عمدي إننا عمر كان ثلاثة ذراعة. يا مبعزز المغالطة والحركة هذا مش علي. قال ذرع قام بنفسي ما جاءني إلا ذراع ونص وعاد النص مش وافي. الله ما تكون انت حلتك انت بنفسك ولا ما انا اقوى ربي اقسم بالله عمدني نزل مسعدين مسعدين نام ثلاثة ذراعات. ما ذرع لك واحد جاهل السكرين. لا والله عمدة والله ما اقول للرجال قمعوا شنب خشنبو ملان وجهه اقسم بالله ما اكذب عليك. اشتي ادري من هو هذا الرجال اللي طلع لنا ثلاثة ذراعات حقه ذراع ونص. رجال خلاص مالك منه مش ضروري تعريف. المهم الان والله نام ثلاثة ذراعات شتي انزل احلف لك بالجمع والله احلف والله. لا والله مالك ما تقول لي منو. يا رجال هذا اسمه رجال العملاق العملاق. هي ارجع اذرع ثانية والعملاق ممنوع اذرع له. يا حسبي الله ونعم الوكيل انتم متعتدين اقسم بالله العظيم انك تعتدي بواحد صح ضبحوا بو رجال ما عاد شرطوا على ذين والله انهم ثلاثة ذراعة حول لا قوة بالله. جتنا فيك احلى بشارة نوله ونبارك للأخ الغالي رجمان عبد الله الغيثي بمناسبة ارتزاق المولودة الجديدة والذي سماه بشاير ونقول له ألف مبروك تتربى بعزة. فألف ألف مبروك وجعلها الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله تعالى المؤمنون زكريا عبد الله مشعود وطه الغيثي ومن محمد الغيثي.